معنا المدرب سيوني مدرب فريق الوداد الفاسي. بالنسبه خلال هذا اللقاء، لان على ما اظن الوداد الفاسي الرتبه اللي كان كيحتل شويه كتخليه من الرتب المتاخره، يعني اديتوا اليوم لقاء في المستوى، يعني اللقاءات اللي جايه واش نطمئنوا على فريق الوداد الفاسي بانه غادي يبقى في القسم الوطني الثاني ولا باقي خصو نقاط؟ لان اليوم جبتوا ثلاثه نقاط صعيب، لان فريق الراك عنده فريق في المستوى الكبير، لان عنده ملاعب شبان انا تبعتهم خلال اللقاءات كلها خلال هذا، يعني كيأديوا مقابلات في المستوى، يعني باش تنتصروا على فريق الراك راه ماشي سهل. طبيعة الحال الحمد لله، يعني حتى الفريق ديالنا اللي شاف الفريق ديالنا بداية الموسم الأداء، ماشي تنقولوا النتائج، الأداء كان ديما في المستوى الكبير، يعني اللي شاف الأداء اللي قدمنا اليوم، يعني دائما تنقدموا نفس الأداء، بدليل المقابلة ديال الوداد تماري اللي لعبناها الأسبوع الفارط، يعني نفس الأداء، نفس كنا ننتصر للأسف حتى الدقيقة 95 وتعادلنا. إلى خوف لحد الآن الدورة 28 الفريق راه محتفظ على المكانة ديالو في القسم الوطني الثاني، يعني عديد الفرق اللي دابا ولات تحت منا. لا خوف على وداد فاس، عندنا فريق قوي، فريق شاب اللي تيلعب الكره، كان الحظ ما كانش معنا الحمد لله اليوم نصفنا، نتمنى ان شاء الله تيكون الحظ معنا في المقابله الجايه باش نضمنوا 100% المكانه ديالنا في القسم الوطني. وداد الفاسي علاش ما يعني ما كتلعبش على الصعود، مع العلم ان الوداد الفاسي ادت لقاءات في الكاس لقاءات كبيره نبؤوا لها الناس بزاف، يعني الناس حنا ماشي حنا اللي شافوا فريق وداد الفاسي، يعني اغلبيه ديالو بعدا لاعبين الشباب، يعني كاين 20 سنه 19 سنه 18 سنه، يعني فريق شاب اللي ما عندوش تجربه، يمكن اللي ساير لان كاين لاعبين اللي اول مره غيلعبوا في القسم الوطني الثاني، لكن ما يمنعش هذا لان المشكل اللي كاين هو الامكانيات الماديه، هي اللي تلعب عائق كبير امام فريق هذا الفريق، يعني تتمنى المسؤولين على المدينه ان شاء الله يعاونوا هذا الفريق، لا بغاو الفريق يمكن اللي حق الصعود سنه فارطه، يعني احنا دابا وجدنا فريق يمكن اللي السنه المقبله لا توفرت الامكانيه ديالو يلعب على الصعود القسم الوطني الاول.